السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعد اشوفك فيديو جديد عبارة عن افضل تجارة جربتها فيفا. طبعا التجارة اليوم يعني مو حاليا، يعني حاليا اكو تجارات افضل من عدة، حاليا هي افضل تجارة من اللعبة ميتة شوية، ف يعني حلوة. فالاس هي نزلت فوتيز، والفوتيز كارد يعني مدري شنو، لكن الفتشي اللي يعني فاجأني انه حسيت فيها باكج 1500. هسه تقولي ليش البرونز باك مثل العالم هو حكوا عليه ابو عميل؟ لا يختلف، هو 400 هم ربح كوينز، لكن هذا ربح كوينز بشكل مو طبيعي. طبعا تفتح الباكج ب 1500 ممكن يطلع لك سبع لاعبين رير. من دول اللاعبين رير ممكن تاخذ لاعبين من ينباعون بالتحدي التشكيلات. ثاني شيء الفلشي حيربحك 100% الفتنس كارد والانجري كارد. انا فتحت تقريبا من 70,000 الى نزلت الى تقريبا شو اسمه تقريبا بس تقريبا خلينا نقول 10,000 كوينز، يعني تقريبا صرف 60,000 شوية أكثر، خلينا نقول 70,000، طلعوا لي 45 فتنس كارد مال التشكيلة. يعني شي خرافي، الوحدة تنباع ب 1200. يعني شوف هاي طلعوا لي 45 وحدة من السيلفر جولد. طبعا عندي بس 30 وحدة هنا، وعندي 15 بالنادي. شوف هاي تنباع الوحدة ب 1300 ب 1200، يعني شيء خرافي. وزايد عندي بالفارق، عندي هاي عندي وعندك الفتنس العادي هم من ينباع. عندك هاي تنباع ب 200، هاي عندي تقريبا 100 وحده تنباع ب 200. وشوف هاي وعندي هاي وهاي هم تنباع مال انجري. ربح رهيب يعني، وغير اللاعبين اللي طلعوا لي. يعني طلع لاعب باع ب 7,000، لكن سويت لك اكثر من غلط. طلع لي هذا اللاعب بعته ب 2000، هذا ب 250، يعني هذا اللاعب 5500 بالدوري البلجيكي. هذا يعني لاعبين هاي رهيبين. والزائد طلع لي لاعب ام فور بيها، لاعب ام فور برونزي، يعني ما يجيب له هواي الصراحه. تقريبا كانت كوكس الله بيعه، بس يعني يعني لا باس بي. فايه حاطلع باكجات قدامكم، واني هسه اشوفكم انه يطلع لنا فتنس. مو تقريبا اقول كل باكج، مرات ما يطلع لك، مرات يطلع لك واحد او اثنين، ومرات حتى ثلاثه. طلع لي ثلاثه من نفس الباكج، طبعا بس ابقيهم بالكلاب وبعدين ابيعها. شوف طلع لنا واحد، طلع لنا هاي الفوت تنباع ب اشوف الفوت بيش تنباع، لان اتوقع 800 كوينز ايش فتشي 700 كوينز تنباع. ايه شوف 700 بيت، يعني شيء خرافي. فخلنا بهاي شو اسمه يعني بعد يعني انا افتح، يعني كان عندي 70 الكل حصل 70 لو بشوف ربح ايش بالضبط. يعني اذا عندك 10,000 كوين سويها، بس افضل يكون عندك 20,000 فوق، او تقدر تفتح باكجات اكثر، يعني باكجات اكثر ما تقدر. اما ال 400 تقول تفيد، لا ما تفيدنا، بس تاخذ لاعب رايح مثلا. شوف هاي مطلع لي بيها، لكن طلع لي هاي تنباع وهاي تنباع. هاي ما طلع لي بيها اي شيء، بس يعني مثلا تفتح هاي ممكن يطلع لي. فيعني هيجي بس يعني يطلع لك لاعبين مثلا. بس ما طلع عندي هذا الدوري الفرنسي، هذا ما متاكد انه ينباع، بس ممكن ينباع. طلع عندنا فتنس كارد ينباع 1200، قاعد على الباكج والله ينباع تقريبا ب 250 كوينز. يعني هاي هسه هذا الفتنس رجع، هذا ذول الفتنسين رجعوا لي الباكج، رجعوا لي 1400 كوينز، زائد الكوكسر راح اسوي له رجع لي، يعني سويته بروفيت تقريبا خلينا نقول 200 كوينز. هاي الباكج اللي وراه، ويعني حظنا نفتح باكجات نشوف اذا طلع لنا لاعب فتنس. طبعا هذا اللاعب، هذول اللاعبين متاكد ان معه الدوري الياباني، لانه هسه اكو تحدي تشكيلات. وطلع لنا ايش؟ طلع لنا هذول هاي تنباع ب 432، وهذا تنباع فدو ب 300، يعني هاي 700 وغير لاعبين. بس يمكن يرجع على، خلينا نقول رجع على قيمه الباكج 250، يعني تقريبا نقول سو بروفيت 250 من هذا الباكج. يعني بروفيت ورا بروفيت، لكن تجمع يا شباب تجمع، صدقوني يعني سوف ساعتين تجمع الطريقه. ف راح نفتح الى هذا اسرع لاعب في فترة علي رجع لي. فخلينا نشوف ايش سعره. ما ينباع، فهذا اسرع لاعب في فترة اللي ما يعرفه، 96 سبيس هو اوباميون. ينباع بعد ب 2000 كوين، فحلو يعني سويت بروفيت من هذا الباكج او من هسه يعني. فراح نفتح باك اخر باكج هذا، وراح ننهي الفيديو. يعني اتمنى فهمت الطريقة، شنو الطريقة كلش حلوة وتجارة حلوة. ف قبل ما ابدي اتمنى تنزل جو تسمع زر اللايك وسبسكرايب. تنباع كل واحدة ب 1000 كوينز تقريبا، سوينا بروفيت 3000 كوينز من هذا الباكج، شي رهيب.
فاتمنى قاي ما دي يعني انهي الفيديو تسمون الزغلاك، وشكرا على مشاهدتكم، اخوكم ماجد ومعشان اتش دي، ونشوفكم في الحلقة الجاية. بيس.